السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد. اتفضل. العامل في البنك وعامل النظافة واللي بيعمل شاي والسائق في البنك، هذه الوظائف تقع تحت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله أكل الربا لا لا والخبز لا والربا. أظن ذلك، لا أظن ذلك. هذه الأيام خاصة أن البنوك أصبحت متعددة الأغراض، لا يقتصر عملها الآن على الربا. بارك الله فيكم.